السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل ان يجف عرقه مسكين هذا العامل، ايش عنده؟ هو ليش ترك بلاده وتغرب واهله الا علشان يجمع منها ريال حلال يرسلهم لهم؟ وانت عندك مزرعه ولا عندك بيت ولا عندك وظيفه ولا عندك عماره ومبسوط وتاكل حقه، يدعو عليك لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم اخره ياتيك بالندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم.